السلام عليكم، معكم محمد امين المغربي. اليوم جبت لكم الخدمات المطلوبين في سوق الشغل 2019. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? الاولى عندنا هي السايبر سيكيورتي. اول حاجه خاصك تكون تعرف انت دير لي تيست ديال الانظمه ديال التشغيل، وما تخلي حتى شي خطا منين يدخل الهاكر ولا اي واحد بغى يتلاعب داك النظام. اي حاجه دابا فات 2019 ولا دابا كتحتاج السايبر سيكيورتي حتى من التلفازات ديالنا، ولا كتحتاجو السايبر سيكيورتي لي زابليكاسيون والانظمه ديال التشغيل. ماشين ليرنينغ ولا شي حاجه مقدرش نهضر عليها بزاف، ولكن كلمه واحده ولا شي حاجه عظيمه دابا كلشي ولا كيتمنى بانه يقراها. ماشين ليرنينغ السر ديالها كاين في ستاتيستيك. الا عرفتي ستاتيستيك مزيان غتقدر تخلط شويه ديال المهاره ديالك في الديفلوبمنت ولو عندك ماشين ليرنينغ سهل. ثاني حاجه في ماشين ليرنينغ هو انك تعرف تتعامل مع البيانات الضخمه، شويه تتعامل مع الناس ديال داتا ساينتيست، تتعامل بعضياتكم باش تخرجوا واحد لابليكاسيون اللي تقدر توقع دير بزاف ديال الحوايج مع عرفنا في ماشين ليرنينغ. اهم مكتبه اللي تقدر تتعامل معها في ماشين ليرنينغ في هذه الايام هذه هي تانسر فلو، وكاين بايتوش، وكاين سيكي ليرن، كاينين بزاف، ولكن انا كنصحك تمشي تانسر فلو لان ممكن تستعمل بها دي زابليكاسيون في الموبايل. ثالثة فاليس دابا عندنا فول ستاك ديفلوبمنت. فول ستاك ديفلوبمنت كاين فيها بزاف ديال لي ستاك، بي اش بي ستاك، بايثون ستاك، وكاين بزاف ديال لي ستاك. شكون كيديرو هاد لي ستاك كاملين؟ تكون قاد بوحدك تصنع ابليكاسيون كامله من هنا. المهم انت خاصك تكون حكيم في الاختيار ديالك وتشوف شنو اللي مناسبك وشنو اللي ابديت 2019 وتخدم به. الرابع عندنا في الليست دابا هو داتا ساينتيست. داتا ساينتيست يعني تكون قاد تنظم واحد البيانات ضخمه وكبيره مجمعه من طرف شركات توجدها للديفلوبر ديال ماشين ليرنينغ. كان معكم محمد امين المغربي في قناه كودر اوف 21. ان شاء الله المره الجايه يكونوا محتويات مزيانه. شجعونا بشي لايك وسبسكرايب وبقاو معنا. الاسئله ديالكم بغيتها تكون لتحت، الا كانت شي اسئله ديال مواضيع مختلفه غادي نشرحوها بالدارجه.